يسعدني ويشرفني أن أرحب بالسادة مسؤولي وأعضاء الجمعيات الفلاحية في وأيضا المزارعين في منطقة سهل نينوى، وسادة الحضور أجمل ترحيب. تواجدكم اليوم معنا دليل على تفاعل جامعتنا مع مشاكل وهموم المجتمع، ولا سيما مع محيطنا في دهوك وفي سهل نينوى، المنطقة التي تعرضت لأبشع جرائم داعش. هذا المشروع على الأنشطة الزراعية المرتبطة بالممارسات الثقافية والعادات والتقاليد. منطقة الدراسة هي قضائي تلكيف والحمدانية وناحية بعشيقة. يوجد لدينا 4 أهداف رئيسية للمشروع: تحديد الموارد الزراعية ذات القيمة الثقافية لأفراد الأقليات الموجودة في المنطقة، تحديد تأثير احتلال داعش على هذه الموارد، مساعدة المكونات في إعادة استخدام هذه الموارد، تعزيز إمكانيات جامعة دهوك لدعم أنشطة البحث والإرشاد الزراعي في المنطقة. من الجلسة والحوار اليوم مع الأخوة الأساتذة حول تفعيل الجمعيات الفلاحية وما هي المعوقات والإيجابيات اللي موجودة. الحقيقة دخلنا في موضوع طويل وشرحنا كافة الأمور التي تساعد الفلاح على المضي قدما لتسهيل عمل الزراعة في كل النواحي وخاص في سهل نينوى. نأمل من المنظمات الدولية أن تزور سهل نينوى وتقوم الخدمة حتى نكون تعاون بين المنظمة وبين الفلاح. طبعا بخصوص جمعيات، عندنا جمعيات تختصر يعني تفتقر الموظفين والخبرات عنها. يعني أبسط شيء، جمعيات ما بيها لا بيها طبيب بيطري أو مهندس زراعي، وهذا اللي يخلي شغل الجمعيات يكون ضعيف وما تكون قوية بالمناطق. المفروض بيها مهندسين زراعيين، أطباء بيطريين، ناس خريجين حتى تكون شغلها مجدي ومنتج. وبالنسبة للجمعيات الفلاحية نتمنى بأنه يكون لها دور أوسع من ما هو موجود حاليا، حتى تكون تستطيع تقدم خدمة معينة بسيطة إلى الفلاح من خلال تكون حلقة وصل بين الفلاح والدولة. نتمنى بأنه من الدولة أو الجهات الرسمية أن تعطي الدور الأوسع للجمعيات الفلاحية بعلاقاتها مع الفلاح من خلال الشعب الزراعية، حتى يحس الفلاح بأنه انتماء لهذه الجمعيات الفلاحية هو ضروري، وهي بنفس الوقت تخدم الفلاح نفسه. الجمعية قبل 2003 كان أكو دعم من الدولة. الدولة تدعم الجمعية، تدعم الفلاليح، تدعم الفلاح مثلا نقول على حسب الضريبة. هسه ماكو شيء، مثلا النفط الغاز للحصاد شلون هسه ماكو، يخلص الحصاد بعدين ينطون الغاز. نطلب من المحافظين قائم مقامين والمحافظين أن يواجهون الاتحاد والجمعيات، شنو المعوقات، شنو اللي يريدونه، شنو المحتاجينه. والجمعيات الفلاحية هي حلقة وصل بين الفلاح والدولة، وهي مفروض عليها أو واجب عليها أن تدعم الفلاح من كل نواحي وتنقل معاناة الفلاح إلى الدولة وإلى الجهات المختصة وإلى الجمعيات وإلى كل الجهات في سبيل إنجاح الفلاح. والفلاح هو اللي يجيب خبزة المواطن أو العراقي أو الوطن
أول شيء فعل عمل الجمعيات بتكاتف والتعاون معها، نتعاون مع الجمعيات ونراجع الجمعيات، والجمعيات تجي تشرف علينا، إذا جت أشرفت علينا وتواصلت معنا يصير تفاعل ويصير محبة واتفاق ويتفعل دورها.